فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير، القائد، الوالد، المعلم، الحكيم، العزيز على قلب الصغير قبل الكبير. وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره، كما توجه بالشكر والامتنان إلى جميع قادة الدول الشقيقة والصديقة الذين عبروا عن مشاعر التضامن والمواساة الصادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في هذا المصاب الجلل. شعب دولة الإمارات وتمكينه كان وما يزال محور اهتمام دولتنا المباركة، وسنسعى خلال المرحلة المقبلة للبناء على هذه السمعة في إقامة شراكات استراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم. وعلى نهج زايد الخير سنعمل على تعزيز دورنا ضمن الدول الرائدة عالميا في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية وعمل الخير، والاستمرار في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون. ونحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة مزودا موثوقا للطاقة وداعما لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي. ندعو الله تعالى أن يوفقنا ويعيننا، وعليه نتوكل، إنه ولي التوفيق. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وأدخله فسيح جناته، وحفظ الله بلادنا بالعز والأمان والخير.